هذا الفاصل الجميل جدا. القص مالنا صار جاهز، راح نفرغه بالطبق. طبعا الناس هسه تتساءل تقول هذا الطبق شلون صار جاهز بهاي المده البسيطه اللي يعني بهذا الفاصل، شلون استوى اللحم؟ طبعا اللحم هو مثل ما شفتوا اللحم حب الظهر، حب الظهر ما يحتاج اكثر من 5 دقائق على النار، 5 دقائق يستوي. اذا تسووا تكه 5 دقائق، واذا تسووا يعني بالطاوه ما يتاخر، هو نفس الشيء. على مود بس احنا نرد ننبه اعزائي المشاهدين يعرفون، بس يعني مو مثل الهبر، الهبر يحتاج له وقت. راح نفرغ القص بالطبق. هذا القص صار جاهز. نسوي هذا الفلفل يعني يطلع تزيين ماله حلو، الالوان يعطي الوان حلوه. طبعا الطبق يصير بالجمال وبالنكهه، مو بس نكهه اعزائي المشاهدين. الطبق مالنا صار جاهز، نرجو ان يكون قد نال اعجابكم. نلتقي غدا بحلقه جديده وطبق جديد. في امان الله وحفظه.